الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقات العمل المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني بشتى أنواعها إن شاء الله تعالى. وقد تكلمنا سابقا عن عناصر وعن فرشة هذا العمل المؤسسي الذي أساسه هو قيادة العمل المؤسسي، والتي قلنا عنها أن هذه القيادة لابد أن تحمل أهداف جيدة وكفاءة جيدة وممارسات جيدة. الآن وتكلمنا عن عناصر 10. هذه العناصر 10 نذكر بها سريعا، والمسؤول عنها في داخل العملية المؤسسية هي أيضا القيادة. تكلمنا عن وضوح الفكرة التي ستقوم من أجلها المؤسسة، مشروعية المؤسسة، وجود القيادة المؤهلة والمتفرغة، توفر رأس المال الكافي سواء كان في اللحظة الأولى أو بشكل مجدول، إيجاد سمعة جيدة للمؤسسة وعمل خطة ترويج السمعة لهذه المؤسسة والهوية البصرية لهذه المؤسسة، قدرتها على أن تكون ذات سيادية ومستقلة عن قرارات إدارات مختلفة، جذب عدد كافي من العاملين مع البطل الذي سيتكلم وسيدير تلك المؤسسة، وجود لوائح وأنظمة عمل، ووجود خطط تشغيلية على الأقل للسنة الأولى وبعد ذلك يشرع بالخطة الاستراتيجية، ووجود نظام للرقابة والمتابعة والتقويم المستمر حتى إذا صار أي انحراف. الآن مؤسسية عمل هذه المؤسسة أو أي مؤسسة كانت ستكون قائمة على نموذج، وسأحاول قدر الإمكان أن أجسده، يعني رغم وجود غياب خلينا نقول كتابة وإظهار لذلك النموذج. على كل حال هذا النموذج هو قائم على 5 مقومات أساسية، وهو نموذج عمل أي مؤسسة قائم 5 مقومات. اللي بده يشرف على تنفيذه احنا زي ما قلنا مثل ما بده يشرف على تنفيذ العناصر التي تكلمنا عنها، وهي القيادة التي ستشرف على تنفيذ ذلك النموذج. أولا مدخلات، ثانيا عمليات، ثالثا مخرجات، رابعا تغذية راجعة، خامسا بيئة عمل المؤسسة. المدخلات احنا تكلمنا ان هناك عناصر قد نضمنها من ضمن المدخلات، وهي بسموها المدخلات الابتدائية، نتكلم عنها كعناصر يسمى المدخلات الابتدائية. العمليات أن هناك 7 ممارسات مهمة لابد أن تكون حاضرة، والمخرجات هناك أيضا كيف نوضح أهدافنا بصياغة ذكية، وتغذية راجعة ما هي أداة التقييم التي لابد علينا أن نستعين بها في العمل المؤسسي، والنقطة الأخرى وهي البيئة المحيطة في هذه المؤسسة. اسمحوا لي في هذه الحلقة أنني أقف معكم حول هذا النموذج، وهذا النموذج لمن أراد أن يتكلم عن الإدارة والعملية الإدارية لابد أن يكون محفور في ذهنه. وحقيقة إلي نموذج في رسالة الدكتوراه سميته إدار موديل، إدار نموذج إدار، والنموذج يعني له صلة بهذا النموذج اللي هو النموذج النظمي اللي احنا نتكلم عنه الآن، له صلة بهذا النموذج اللي هو النموذج النظمي. والنموذج النظمي اسمه سيستماتيك موديل. سيستماتيك موديل، السيستماتيك موديل لابد أن يكون يعني أتكلم معك به كمختص في الإدارة دون أن أرجع لكتاب، دون أن أنظر لسلايد، دون أن أسمع من واحد أي ملاحظة، شو لازم أضيف، شو لازم أحط، شو لازم مثل اسمه لازم يحفظه. كل من أراد أن يتكلم في الإدارة وفي العملية الإدارية في أي مؤسسة لابد أن يكون هذا النموذج حاضر، وسأجسد لكم بتجسيد يعني لطيف إن شاء الله تعالى. احنا قلنا أول مكون من مكونات هذا النموذج المدخلات، 2 العمليات، 3 المخرجات، 4 التغذية الراجعة، 5 البيئة المحيطة بالمؤسسة. نأخذ العنصر الأول وهو ما يتمثل بالمدخلات، وإحنا قلنا أن مدخلات ابتدائية تكلمنا عنها بالتحضيرات اللي هي قبل الإقلاع، 10 عناصر كفرشة مهمة جدا تكلمنا عنها. الآن سأتكلم عن مدخلات مهمة جدا أثناء المسير وتطويرها والاستمرار بها. أيضا المدخل الأول هو العاملون. هؤلاء العاملون عددهم، احتياجاتهم، ترتيب أبوهم، عقودهم، تأميناتهم، اتفاقيات المبرمة معهم،
هذا مدخل مهم جدا، لابد أن يكون حاضر في ذهن كل من أراد أن يبني مؤسسة. المدخل الثاني اللي هي مواقع المؤسسة، سواء كان موقع واحد أو وحيد أو مواقع منتشرة. إذا كانت مؤسسة عابرة للمناطق، عابرة للجغرافيا، عابرة للأقاليم، عابرة للعالم، إذا أنا بتكلم قاعد عن إيش؟ عن مدخل العاملون ومدخل موقع المؤسسة. ولما أتكلم عن الموقع وين يكون مساحته، هل مساحته كافية؟ التصميم الداخلي، وهون بدي أعطي نصيحة مهمة جدا، أثناء التأكيد على مكان المؤسسة لابد أن يكون الديكور والدهان والألوان منسجمة مع الصورة البصرية التي تم تصميمها والتي سيتم ترويجها، منسجمة مع اللوجو، منسجمة مع الألوان، حتى الألوان المستخدمة في الكتابة على أي مذكرة من مذكرات المؤسسة لابد أن تكون منسجمة مع الصورة البصرية. هذا بيعطي انطباع كم هؤلاء الناس القائمين على تلك المؤسسة منظمون، كم هم منظمون يا جماعة هذول الناس. بالعكس، هذا بعزز الصورة الذهنية عن المؤسسة. إذا صار عندي العاملون، صار عندي موقع المؤسسة. العنصر الثالث وهو مصادر التمويل. أنا مش بس بدي أجيب تمويل اللي ظل مستمر عندي، أيضا بدي أكد على مصادر التمويل. هذه المصادر تكون مضمونة، هذه المصادر تكون تدفقها ماله مستمر. لازلنا نتكلم عن المدخلات. المدخلات أيضا المعلومات التي سأحتاجها في تلك المؤسسة، سواء كانت عن معلومات عن مواصفات تلك المؤسسات، معلومات متمثلة بمنهاج هذا النوع من المؤسسات، المجتمع المستهدف من هذا النوع من المؤسسات، خاصة لما نتكلم عن مؤسسات مجتمع مدني، إحصائياته، تصنيفات هذا المجتمع. احنا نتكلم هون عن معلومات كمدخل، كمدخل. ومع الزمن طبعا بس تكون عندنا حاضر المعلومات ستتحول كعملية مستمرة. أيضا الأجهزة التي نحتاجها في هذه المؤسسة، بالإضافة لعنصر آخر ذكرناه، العناصر التحضيرية هي اللوائح والنظم التي لابد أن تكون حاضرة وموجودة بين أيدينا. هذا بالنسبة لنا إيش بنسميها؟ المدخلات. الآن العنصر الثاني وهو العمليات. العمليات ضمن مصطلح بوستكورب، هي سبع عمليات أساسية ضمن مصطلح بنسميه بوستكورب. اوكي، العنصر الأول بي، العنصر الثاني او، الثالث اس، الرابع دي، الخامس سي او مع بعضها، والسادس ار او، عفوا السادس سي او، عفوا السادس ار، والسابع بي. شو هي هذه العناصر؟ هذه العناصر هي مخ المؤسسة. شو نسميها؟ مخ المؤسسة، البروسيسور تبع المؤسسة. يعني أنا لما بدي أجي أشتري كمبيوتر الآن، ما بسأل عن الكيبورد ولا بسأل عن الشاشة ولا بسأل عن مواصفات الكيبورد ولا مواصفات الماوس ولا مواصفات الشاشة ولا البرينتر، بقدر ما بسأل عن مواصفات البروسيسور، المخ، مخ الكيبورد يا جماعة. سرعته، دقته، سعته، العمليات التي يمكن أن أنجزها من خلاله، اللي هو إيه أنا بنسميه مخ الحاسوب. نفس الشيء اللي بغلي الحاسوب هو المخ، واللي برفع من قيمة المؤسسة هي البوست كور. البوست كور، هذا البوست كور مهمة جدا من ناحية إيش؟ من ناحية إلى أي مدى هذه العملية قائمة في المؤسسة. وإحنا قلنا مين المسؤول عنها؟ المسؤول عنها بالدرجة الأولى، المسؤول عنها بالدرجة الأولى هي قيادة المؤسسة، قيادة المؤسسة التي تكلمنا عنها أنها هي تعتبر البنية التحتية الأساسية. وشوفوا يا جماعة، حسب دراسات ديمينج، ديمينج هو عالم الجودة، إنه عنده قاعدة جميلة من خلال دراساته وصل لها،
أن 90% من مشاكل المنظمات والدول والأحزاب والجماعات والمؤسسات، منها مؤسسات المجتمع المدني، 90% منها إيش؟ قيادية، و10% أفراد. وحتى بعضهم جاء كمل على الدراسة قال وما يدفع الأفراد لاقتراف السلوك القيادي، أو ما يدفع الأفراد لاقتراف السلوك الخاطئ هو السلوك القيادي. أوكي يا جماعة، هذه نقطة مهمة غاية في الأهمية، اللي هي بوست كول. طيب شو هي البي؟ بلانينج، تخطيط. بده يكون عندك قدرات تخطيطية. هذه القدرات التخطيطية مو بس إنها إلك أنت كمسؤول داخل هذه المؤسسة، أيضا بدك تنزلها على كوادر هذه المؤسسة، أقسام هذه المؤسسة. اثنين، أورغانايزينج، تنظيم، وهي التفريغ الزمني لهذه الخطة عشان نشتغل في ضوءها. بوست كور، الأس، سوبرفايزينج، إشراف. واللي عليه ايش بدنا نشرف اذا ما كان في خطه؟ بتعرفوا اي مؤسسه بنفتحها اذا ما كان في خطه بنصير نشرف على ايش؟ بنصير نشرف على قضيتين. القضيه الاولى المهام الروتينيه، والقضيه الثانيه بنصير نشرف على فلان حضر وفلان غاب، فلان تاخر وفلان ما اجى اليوم. بنصير نشرف على بعضنا البعض وقصصنا، ومصير نشرف هذا قال لي، هذا حكى لي، وغيبة ونميمة. خذوها قاعدة يا شباب، المنظمة التي لا يوجد بها خطة، يعني مش سير على خطة، حسب دراسات منظمات بريطانية قدمتها البي بي سي، قناة البي بي سي، أنه ستكون نسبة الانشغال بالنميمة والغيبة والنميمة تشغل 65% من وقت عمل المؤسسة. أنا بتكلم في بريطانيا، هذا في بريطانيا. طب في عالمنا العربي؟ هم وجدوا أنه متوسط عمل الموظف اليومي في العالم العربي في أحسن الأحوال لا يتجاوز 45 دقيقة. طب وباقي الثمان ساعات وين راحت؟ وين راحت؟ لكم أن تتخيلوا، إذا في بريطانيا بقول لكم 65% غيبوا ونميموا، طب كيف بمؤسسات العربية؟ وحسب الدراسات انه متوسط عمل العربي اليومي 45 دقيقة. متى؟ ليش هذا 45 دقيقة؟ لانه في نسبة كبيرة جدا من المؤسسات لا تخطط، واللي بيجي بقول لك التخطيط هذا حبر على ورق وكلام، وهينا ننجز بدون تخطيط. ما احنا بنتكلم عن الكفاءة والفعالية يا جماعة، احنا بنتكلم عن الكفاءة والفعالية. صح مرات تمشي بدون تخطيط، لكن لما ما يكون في بتمشي بدون كفاءة وبدون فعالية، لكن بالتخطيط تعزز فلسفة الكفاءة والفعالية. إذا صار عندي planning، تخطيط، organizing، تنظيم تلك الخطة، وsupervising، الإشراف على الخطة. أما إذا ما في خطة بصير نشرف على بعضنا البعض، وفلان حكى وفلان قال وفلان نم علي وفلان استغاب فلان، ومشاكل، ونعمل لجان تحقيق داخل المؤسسات ومحاكم وقضايا وقصص. إذا صار عندي B O S، D Directing، بده يكون في توجيه. إيش يعني توجيه؟ متى ينعدم التوجيه يا شباب؟ ينعدم التوجيه حينما تنعدم الخطة، لأن الخطة عبارة عن سكة داخل المؤسسة. بغض النظر عن نوع هذه المؤسسة، الخطة تعني سكة. طيب السكة تعني طريق للمؤسسة، ولما يكون في خطة غايبة معناته السكة غايبة، ولما تكون السكة غايبة معناته حدث انحراف. ايش بده يعرفني انه حدث انحراف؟ اصلا لن اعرف ان هناك انحراف وقع، لن اعرف ابدا، لن اعرف. وبالتالي الخطة هي التي تعزز بوست كور دي دايركتينج، توجيه. حدث انحراف شو بصير؟ ارجع للمسار، ارجع للمسار. شيك. طب اذا ما كان في خطه كيف نرجع للمسار؟ اصلا كيف حنعرف انه في انحراف من الاصل؟ ما حنعرف. اذا دي. طيب سي او، كوردينيتنج، تنسيق. التنسيق كيف يعني التنسيق؟ يعني هناك سيكون في لجان مع المستقبل ومع التوسع، سيكون في فرق، سيكون في لجان. ما هو دور ذلك القسم؟ ما هو دور ذلك الفريق؟
ما هو دور تلك اللجنة؟ نحتاج إلى عملية إيش؟ تنسيق أدوار، تنسيق أدوار. هذا التنسيق اللي بنحكي عنه لا يمكن أن يكون بدون خطة. يعني الخطة عبارة عن وسائل وبرامج وأدوات، مش هيك؟ هذه البرامج لمين بدنا نوزعها؟ مين المسؤول عن هذه المهمة؟ مين المسؤول عن هذا الدور؟ مين المسؤول عن هذا البرنامج؟ بوست كورب، بدك تحط بوست كورب اللي هي ايش؟ كوردينيتنج، تنسيق. طيب بعد ما ننسق وصار كل جهة تقوم بدورها وكل فريق يقوم بدوره، كيف بدنا نعرف؟ كيف بدنا نعرف انه هذا الفريق قام بدوره وهذا الفريق قام بدوره وهذا الفريق ما قام بدوره؟ هيك بالملاحظة نظلنا نتكلم مع بعضنا البعض؟ لا، بده يكون عمل مؤسسي ايضا اخر اللي هو الار ريبورتنج، تقارير. وتقاريرنا بدها تكون قائمة على ماذا؟ على خطة يا جماعة. ايضا هاي ارقى انواع التقارير التي تقوم على خطة. اما غابت الخطة بنصير نكتب تقرير بايش؟ فلان حضر، فلان ما حضر، فلان التزم، فلان ما التزم، وبنصير نقيم ادائنا السنوي بناء على التزام فلان حضور فلان. طب والاهداف اللي تحققت والنتائج اللي احنا عمالنا نرصد فيها في الخطة؟ ما وجدناها ابدا، ما وجدناها. عشان هيك موضوع الريبورتينج بصير تقارير موحدة داخل المؤسسة عن كل قسم ماذا انجز، بس بما ايه ينسجم مع الخطة، مش ماذا انجز والله شو سوينا اليوم، والله تذكرنا شغلة سوينا كذا. لا، هذا العمل المؤسسي للمؤسسات التي ستحترم من المجتمع اللي احنا بنستهدفه اذا كانت شغالة على هذا الاساس ستؤدي وستنتج انتاج غير عادي. البي وهي البادجتينج، الموازنة. انا بتجيني اموال، هذه الاموال اللي بتجيني الى اي مدى يا جماعة انا احولها واوزعها على انشطة الخطة بما ينسجم مع ان هذا النشاط اهم من هذا النشاط، اهم من هذا النشاط، اهم من هذا النشاط. هذا بسموه البادجتينج، الموازنة. اذا انا عندي صار مدخلات وصار عندي عمليات، العمليات تمثلت بايش؟ بالبوست كورب. البوست كورب، هذا البوست كورب الى اي مدى هي متحققة في شغلنا وفي اعمالنا؟ هون الدور المؤسسي لأي مؤسسة نريد أن ننهض بها، سواء كانت مؤسسة مجتمع مدني أو مؤسسة ربحية أو مؤسسة إنتاجية أو خدمية، بغض النظر عن نوعها، كل قائم على عمل مؤسسي. الآن بعد ما تكلمنا عن أبجديات التأسيس، الآن هون نشتغل عن إيش؟ نشتغل عن أبجديات العمل المؤسسي. هذه أبجديات التي لابد أن تنطلق بالمخ، مخ المؤسسة. هي منطلقة من خلال إيش؟ بوست كورب. ما هو مخ مؤسسة المجتمع المدني؟ عنوانه بوست كورب. زي ما بقول لك والله قسموا دماغ الإنسان لأربع أقسام، بسموه القسم الأيمن العلوي والأيمن السفلي، والقسم الأيسر العلوي والأيسر السفلي. الأيمن العلوي له وظائف، والأيمن السفلي له وظائف. الأيسر العلوي له وظائف، والأيسر السفلي له وظائف. أنا هون بقسم مخ مؤسسة المجتمع المدني لسبع قطع، اللي هي كل قطعة لها اسم. هذه قطعة البي، وهذه قطعة الأو، وهذه الأس، وهذه الدي، وهذه السي أو، وهذه الآر، وهذه البي، والبجتنج وهي آخر شيء. أذكرها مرة ثانية: البي بلانينج، أورغانيزينج، سوبرفايزينج، دايركتينج، كوردينيتينج، ريبورتينج، بجتنج. صار عندنا بوست كور. بوست كورب لما تيجي بدك انت تفصلها وتفسرها لن تجد لها معنى، لكن لها كل مصطلح من مصطلحاتها هذه المعاني التي وضعناها. طيب خلونا نروح الآن على العنصر الثالث وهو المخرجات. والمخرجات في العمل المؤسسي لابد أن تتسم بأهداف مصاغة، وهذه الأهداف لابد أن تكون مصاغة بطريقة ذكية. كيف هي طريقة ذكية؟ يسموها Smart Goals. لا شك أنكم بهذا الدبلوم الذي تشتغلون عليه أنه مر معكم مصطلح سمارت، لكن خلونا هون نربط ربط عملي. أنا هون قصدي بذكره أن أربط ربط عملي. شو هو الربط العملي اللي نربطه بسمارت جولز؟ أن مخرجاتنا بالذات المتعلقة بمدة سنة، يعني من خلال عام 2018 لما بدي أجي أبني مؤسسة بدي أستهدف فيها 10% من أطفال غزة. هذه السنة الأولى بدنا نسميها استهداف 10% من أطفال غزة. هل هذه الصياغة سمارت؟
الان بدنا تكون محدده اكثر. شوف كيف سمارت، شو تعني اس؟ تعني سبيسيفايد، محدد. كيف هدفك يكون محدد؟ يعني بدي استهدف 10% من اطفال غزه ذوي الفئه العمريه، حددها، بتحددها اكثر. اوكي، هذا طلابنا في البحث العلمي لما بدهم يجوا يدرسوا حاله او مشكله معينه بنقول لهم حدد عنوانك. مثلا لما تيجي تقول اثر انظمه المعلومات في البنوك الاسلاميه، وين بنوك اسلاميه؟ في العالم العربي، واسع جدا. عندك استعداد تروح على الجزائر وليبيا وتقطع البنوك الاسلاميه في كل هذه الدول؟ عندك استعداد؟ اذا عندك استعداد بنقول لك انك انت والله يعني والله قادر تعمل دراسه كبيره. لا حدد. بقول لك في الاردن. طيب عندك استعداد انك تروح على كل فروع البنوك الاسلاميه الموجوده المنتشره في الاردن، في شمال الاردن وجنوب الاردن ووسط الاردن؟ لا والله واسع. بنقول له وين؟ في شمال الاردن او في العاصمه. هذيك الساعه يا جماعه بصير قدرته على دراسه البحث وحل مشكله البحث سلسه وقويه ومركزه. نفس الشيء، حدد هدفك. لما تحدد هدفك انت بتحدد طريقك اكثر. اصلا الخطه هي اللي بتعطيك هذا المعنى. ولما تحدد طريقك اكثر انت تساعد افرادك على فهمك اكثر. اذا حدد هدفك. اوكي، طيب اذا صار عندي الاس سبيسيفايد، محدد. ام ميجر، مقاس. هذا هدفك مقاس، اللي انه انت بدك تصل لعشرة في المية من اطفال غزة ذوي الفئة العمرية كذا كذا. اذا رقمك شو هو؟ 10% من اطفال غزة. هذا كمنظمة مجتمع مدني ترعى الطفولة مثلا. انا بعطيه الايه achievable smart. ايه achievable يعني قابل للتحقيق. هدفك واقعي، قابل للتحقيق. هل فعلا هدفك قابل للتحقيق؟ انت تستطيع ان تقيس ذلك. اذا شفت انه 10% كثير، رقم كبير، نسبه عاليه، وين بتروح؟ بتروح على النسبه هاي، بتقللها شويه. طيب الار في كتب بتكتبها رياليستيك يعني حقيقي. طب ايش الفرق بين رياليستيك واتشيفبل؟ يعني بتعطي الثنتين نفس المعنى، لكن حقيقة أنا أجتهد في ذلك، أقول أنها لابد أن تكون ريليتد. إيش الريليتد؟ يعني مرتبطة بقسمك. إذا أنت تشتغل القسم مرتبطة بعملك، مش هيك؟ هذا الهدف اللي أنت صغته مرتبط بعملك ولا مش مرتبط؟ ولا هو عبارة عن هدف لمؤسسة ثانية لازم تشتغل عليه مؤسسة ثانية؟ التي تايم أون بيست، موقوت بفترة زمنية. هذا الهدف لابد أن يكون موقوت بفترة زمنية. صار عندي إذن خمس عناصر فرعية بشتغل من خلالها على العنصر الثالث اللي هو المخرجات. طيب الآن التغذية الراجعة هذه اللي بدقف عندها إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة من الحلقات التي بيننا إن شاء الله تعالى، وهي متعلقة في موضوع أن يكون عندك مؤشرات أداء تشتغل عليها. هل أنت فعلا في مؤسستك بنيت تلك المؤشرات المؤسسية؟ وأنا حتكلم فيها هيك بأسلوب إن شاء الله تعالى مختلف، وبنموذج جديد، نموذج عمل مؤسسي أيضا جديد، وأكثر ما تستفيد منه منظمات المجتمع المدني إن شاء الله تعالى أكثر من المؤسسات الربحية، رغم أن المؤسسات الربحية أيضا اشتغلت عليه. نسميه نموذج الرقم الاستراتيجي. نموذج الرقم الاستراتيجي هو اللي بنصير نشتغل عليه فيه، نشوف إلى أي مدى مؤسستنا قاعده ترتقي بالاداء ولا بتنخفض في الاداء. اوكي، العنصر الاخير وهو البيئه، بيئه المؤسسه اللي احنا نشتغل عليها. هذه البيئه الى اي مدى احنا نتعامل معها ولا لا؟ هذه البيئه الى اي مدى نحن نستجيب لها؟ هذه البيئه الى اي مدى احنا فكرنا بان نكون نحن المسيطرون عليها وليست هي المسيطر علينا؟ بيئة المؤسسة. سأقف عندها الآن، لكن قبل ما أقف أعيد تصور النموذج مرة ثانية اللي هو سيستماتيك موديل. صار عندي مدخلات، عمليات، مخرجات، تغذية راجعة، بيئة محيطة. أوكي يا جماعة، المدخلات قلنا في عندنا عناصر، العمليات بوست كور،
المخرجات سمارت، التغذية الراجعة ضمن الرقم الاستراتيجي حنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والبيئة. خلينا أقف مع البيئة شوية. هذه البيئة لها نوعين. النوع الأول بنسميه البيئة الداخلية. ما هي بيئة مؤسستك الداخلية؟ النوع الثاني بنسميه البيئة الخارجية. ما هي بيئة مؤسستك الخارجية؟ طيب، هناك 8 محددات داخلية و10 محددات خارجية. شوفوا أنا التقسيمات هذه في مثل هذا النوع من المحاضرات مهمة، لأنها بتجسد البعد التحليلي أيضا لما نيجي هيك نأخذها بعين الاعتبار. أنا أعطيكم إياها هيك عن ظهر قلب، يعني عن ظهر قلب. المحددات الداخلية ضمن 8 أسات. أسات أس 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 بسموها 8 أسز. يعني أنا بدي أرصدها في داخل مؤسسة، دائما بدي أكون راصدها. المحدد الأول structure، لازم يكون في هيكل تنظيمي، وهذا الهيكل التنظيمي متطور مع إيش الظروف والتغيرات. إذا بدي أقرأه بدي أقول هل الهيكل التنظيمي اللي عندي مناسب ولا مش مناسب؟ هل أنا رسمت هيكل تنظيمي ولا ما رسمت؟ بدنا نرسم هيكل تنظيمي. الأس الثانية استراتيجي، استراتيجية التحرك. هاي قصتها قصة هذه. هذا حتى نرسمها في شغل، يعني ممكن نحتاج 5-6 حلقات نشتغل عليها. استراتيجية التحرك، لكن يكفيني أن تعرف أنه بدي يكون هناك في استراتيجية. إيش استراتيجيتك راح تكون؟ أنك تتوسع ولا تتوسع في مجال وتبقى في مجال وتأخر الوضع في مجال، ولا الآن تنطلق انطلاقة واحدة هيك مرة واحدة، ولا تنطلق مرحليا. ترى كل استراتيجية من استراتيجيات لها أدواتها لأجل أن نتخذ فيها قرار. إذا الأس الأولى structure، الأس الثانية strategy، الأس الثالثة shared values. shared أولها أس. إيش يعني shared values؟ قيمك اللي بدك تشتغل فيها لابد أن تكون محددة. المصداقية، الشفافية، الولاء، الفريق العمل، روح الفريق، الإبداع، قيم بدك ترسمها. ولرسم القيم أيضا هناك طرق. أوكي؟ الأس الرابعة ستايل، نمط القيادة. هل أنا لما بدي أجي أشتغل على مؤسسة مجتمع مدني شكل القيادة فيها بدي يكون زي شكل القيادة في مؤسسة ربحية؟ قطعا لا، قطعا لا. أيضا تحديد شكل القيادة ونمط القيادة إلها شغلها. هاي بدنا نأخذ دبل كليك هيك عليها، بتعمل زومينج توسيع إلها بطلع لك شغل آخر. أوكي؟ نمط القيادة هذا الأس الرابعة الستايل. مؤسسات المجتمع المدني بدها قيادة بالمرحلة الأولى تركز على البعد الإنساني أكثر من تركيزها على المهمة. بس تمكن البعد الإنساني بتصير الآن تروح باتجاه المهمة وتنجز باتجاه مهمتها النهائية. الأس الخامسة اللي هي systems، أنظمة العمل. ما هو نظام العمل الذي استعمل عليه؟ ما هي أنظمة اللوائح اللي حكينا عنها في عناصر الإقلاع؟ ما هي النظام الإلكتروني؟ إذا في عندك نظام إلكتروني بدك تشتغل عليه، ما هو النظام الإلكتروني أيضا؟ إذا هي نسميها systems، أنظمة العمل. الأس أس أس الأساتسة أظن اللي هي skills، مهارات الأفراد اللي أنت بدك ترتقي فيها. أفرادك اللي عندك على ماذا ستتدربهم؟ ما هي الدورات التدريبية التي يجب أن يخضعوا لها؟ هذه يسموها skills. أوكي؟ بدها تنضبط، هذه عبارة عن تيونرز. ها؟ أستاذ كيف الشباب بالكاميرات ضبطوا تيونرز وضبطوا الصوت وضبطوا الصورة وضبطوا الصدى؟ أنا نفس الشيء قاعد بعطيك، نفس الشيء، بس هم عندهم تيونرز ملموسة، صوت، صورة، صدى. أنا بعطيك structure، strategy، style، shared values، systems، سكيلز. انا قاعد بعطيك تيونرز وانت بدك تضبطها، وهذه كل سنه بدها هيك عمليه مراجعه يا جماعه، الى اي مدى التيونرز تبعتنا بتصدر صوت، صوت المؤسسه مناسب، مزعج مش مزعج، بدها ضبط. اذا صارت الاس السادسه سكيلز،
الاس السابعه ستاف، ستاف تبعك، كادرك، الكادر تبعك. هذا الكادر عدده كافي؟ مؤهلاته كافيه؟ شو الفرق بين ستاف وسكيلز؟ سكيلز جزء من الستاف. عدده كافي؟ مؤهلاته كافيه؟ الكفاءات اللي انت استقطبتها مناسبه؟ وهكذا. اذا بدنا تيونر، هذا نشتغل عليه. الاس الثامنه وهي سورسز، المصدر المالي. هل مصدرك المالي موجود؟ هل موثوق؟ هذه شو كلها بنسميها؟ ايش بنسميها؟ الاسات الثمانيه، البيئه الداخليه لمؤسستنا. ولا شك انه ستراكشر، هيكل تنظيمي مؤسسه المجتمع المدني يختلف عن هيكل تنظيمي لمؤسسه ربحيه. القيم المتعلقه بمؤسسه المجتمع المدني تختلف عن القيم المتعلقه بالمؤسسه الربحيه اللي بسموها الشيف فاليوز. الانظمه اللي تشتغل عليها مؤسسه المجتمع المدني ليست كالانظمه اللي تشتغل عليها المؤسسه الربحيه. ستايل، نمط القياده في المجتمع المدني ليس كنمط القياده في المؤسسه الربحيه. المهارات اللي بدنا اياها في افرادنا في مؤسسات المجتمع المدني ليست كالمهارات التي لابد ان تكون في الافراد المؤسسات الربحيه. بجوز تكون نفس الشيء في بعض الكومن سكيلز بيسموها المهارات المشتركه، لكن لا، في مهارات مختلفه، مهارات الاستقصاء، مهارات البحث الاجتماعي، مهارات مختلفه كثيره جدا في مؤسسات المجتمع المدني. هذه مهمه جدا. الستاف، الكادر، طبيعه الكادر، رساليته. في عندنا كوادر بتعتمد على الربحيه، هاي يا جماعه، في عندنا كوادر بتعتمد على الربحيه فقط. اما كوادرنا في مؤسسات المجتمع المدني مش بس بركز على الجانب المادي والراتب والاجور والاتعاب، لا، عنده بعد رسالي ايضا، ليس كذلك؟ الدورات التدريبيه التي تعقد في مؤسسات المجتمع المدني ليست كالدورات التدريبيه التي تعقد في السوق والتي يكون هدفها الربحي. مصادر التمويل لمؤسسات المجتمع المدني ايضا ليست كمصادر التمويل في المؤسسات الربحيه، والتي لابد ان تكون من خلال التبرعات مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال الهبات، ومن خلال الرعايات، وغيرها من مصادر التمويل المختلفه. هذه شو بنسميها؟ بنسميها البيئه الداخليه لمؤسسه المجتمع المدني. لاحظوا، انا في الموديل اللي اعطيتكم اياه في كل نقطة من النقاط الفرعية في دبل كليك، لو عملت لها تعمل لك زومينج، بتفرد لك نقاط أخرى. يعني العملية تحتاج إلى توسع بشكل أكبر في هذا الزومينج داخل كل عنصر من العناصر المختلفة داخل ذلك النموذج الكلي. الآن البيئة الداخلية خلصنا منها، في عندنا البيئة الخارجية. البيئة الخارجية في 10 محددات. المحدد الأول، منتجك اللي أنت بتنتجه شو فرصه؟ وما هي التحديات التي تواجهك في هذا المنتج؟ واضح؟ منتجك اللي بدك تنتجه كيف بدك تروجه؟ تكلم عن خارج المؤسسة، أليس كذلك؟ واحد بيجي يقول طب جودة المنتج، لا، جودة المنتج في الأنظمة وفي المهارات، جوا هذه متعلقة جوا. لكن أتكلم عن منتجك اللي بده يصير يصل للناس، كيف تشتغل عليه؟ كيف تروجه؟ كيف بدك توصله للمجتمع اللي انت بدك تستهدفه؟ هذه نقطة مهمة على رأس المحددات الخارجية في البيئة الخارجية لأي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني اللي بنشتغل عليها. اوكي يا جماعة، في نقطة مهمة هون، نقطة مهمة، وهي نقطة متعلقة حتى ما نخربط، انه هل المنتج، طب هو بيئة داخلية؟ لا، العمليات اللي بتصير على المنتج داخل مؤسستك هي من البيئة الداخلية. مثلا الجودة، التطوير، التصنيع، هذا لما نتكلم عن المؤسسات الربحيه. لكن لما موضوع مثلا التخطيط، ترتيب المنتج، الخدمه اللي بدك تقدمها، اعدادها، تهيئتها، هذا كله شيء يعتبر عمليات داخليه. الان خارج بيئتك، الان انتجت المنتج. شو هيك، في نظريه لطيفه جدا صدرتها شركه تويوتا سنه 2010 اسمها نظريه بوكايوكا، قدمها احد مهندسي شركه تويوتا. متى قدمها؟ لما صارت عندهم مشكلة. هذه المشكلة كانت متعلقة في أنه شركة تويوتا أنتجت منتج اسمه سيارات يارس، وجدت أن في هناك مشكلة في الكوابح، فقررت شركة تويوتا سحب كافة المنتج من كافة الأسواق في العالم. تعرفوا ليش؟ لأنهم وصلوا إلى معادلة،
1.10.100.1000 يعني 10 واحد نقطة 10 نقطة 100 نقطة 1000. شو يعني هذا الكلام؟ يعني انه الشركة اذا ما سحبت سيارات يارس ستفلس وستنتهي من السوق، لان فضيحة يارس سوف تنعكس على كل منتجات تويوتا بغض النظر عن نوع المنتج، كورولا، كورونا، كامري، كله. فشو عملوا؟ قرروا السحب، وان خسروا مال مثلا 100 مليون افضل من انها تفلس شركه تويوتا وتخرج من السوق. كانوا جريئين. وذاك ليش ان شركات في العالم العربي تفلس؟ لانه ما بتجرأوا على مثل تلك الشجاعه والخساره اللي هي منطلقه من فلسفه بوكيوكا. افسر لكم بوكيوكا. واحد شو ثاني؟ واحد يعني انفاق دولار على التطوير. اذا بخلت فيه يعني انا بدي اجي اطور الان. بس بكلف التطوير على كل وحده دولار. بعض الجهات التي تركز على البعد المالي والربحي ببخلوا. انا اذا دخلت في دولار تطوير سوف ادفع ثمن ذلك 10 دولارات وين؟ عند التصنيع. ولما اجهز منتجي واجهز خدمتي بصير اقول بعد ما اصنع يا ريت لو ما دخلنا هالدولار. طيب وراح يكلفنا 100 دولار عند توزيع المنتج للسوق. انا الان بنزل منتجي، وكالات تويوتا في كل انحاء العالم وصلتها منتج يارس. طيب واذا ما اخذت قرار جريء سيكلفني 1000 دولار هذا الدولار عند استخدام الزبون للمنتج. فلما قدم بوكايوكا النظريه هذه، النظريه الهندسيه الصناعيه لشركة تويوتا، استدركوا الأمر واتخذوا قرار مباشرة وسريع، اسحبوا كل سيارات يارس من السوق، اسحبوها خلاص، اسحبوها. فسحبت كل سيارات يارس عند 100 دولار عن كل دولار، فكانت الخسارة تقدر بعشرات الملايين لتويوتا. لكن لو صبروا واستخدم المنتج من الزبائن شو سووا؟ أفلست تويوتا. أفلست تويوتا بمعنى الكلمة، لأنها ستكون سمعتها سيئة. ولذلك احنا كنت تكلمنا عن موضوع عنصر السمعة المؤسسية والهوية البصرية المؤسسية غاية في الأهمية كعناصر وفرشة مؤسسة مستقبلية. إذا هذا المنتج أنا تكلمت عن بس نقطة واحدة، شايفين المنتج هذا اللي أنا بقدمه؟ إذا كنت أنا مؤسسة بحثية ودراسات هذه المنتجات اللي بقدمها شو لازم تكون مواصفاتها؟ يعني أعطيكم مثال، مثلا مؤسسة مجتمع مدني تعني بالدراسات، ماشي؟ شو لازم يكون منتج الدراسات؟ سلس، سهل القراءة. المجتمع اللي بستهدفه ينجذب لقراءتها، مش يجد صعوبة في قراءتها. في بعض مراكز الأبحاث تروح تسكر أحسن لها، قاعدة تبذل جهد كبير جدا، هي اللي قاعدة عمالة بتثبت الزبائن تبعونها. لا، أنا الزبون هو بده يجي يقول لي ما شاء الله ثبتني عندك. لما يكون في سهولة قراءة وشعور بالقيمة المضافة والفائدة والجديد، منهجية البحث وريسيرش، ميكست ريسيرش، ابحاث مدمجه، واضح يا جماعه؟ هذا غايه في الاهميه في موضوع الانتاج، بيعطي فرصه لمنتجك انه يجد طريقه بين المجتمع المستهدف والجمهور المستهدف الذي انت تستهدفه. هذه نقطه غايه في الاهميه، انه نتكلم عن البيئه الخارجيه والبيئه الداخليه ونرصد كل تيونر من هذه التيونرز. وكيف نجيب مهندس صوت؟ ها؟ مهندس صوت ليش بنجيبه على الفضائيات مهندس صوت؟ عشان انه خبير بالتيونرز. انا كمان كقيادي داخل مؤسسة بدي اكون خبير بهذه التيونرز، الثمن اسات في داخل المؤسسة والعشر محددات في خارج المؤسسة، او المحدد منتجي، المحدد الثاني زبوني، مجتمعي، جمهوري اللي انا بدي استهدفه. صنفته الى شرائح، لابد انك تصنفه لشرائح وتتعامل معه كشرائح مش كشريحة واحدة. والمؤسسات اللي بتشتغل على تصدير خطاب للشرائح المجتمعية وبتتعامل معها كشريحة واحدة، شو بنقول عنها؟ يا جماعة، نظرية الجمهور الواحد عفى عليها الدهر ليتوقف معها نظرية الخطاب الواحد. صار عندنا نظرية الجمهور المتعدد ليشتغل معها نظرية الخطاب المتعدد. كل جمهور لخطابه،
كل جمهور له منتجاته اللي انت بدك توصلها، صفة المنتج. مش بعض المنتجات مثلا بقول لك for only American customers، يعني هذا المنتج بس مخصص للزبائن في امريكا، مخصص للزبائن في كندا. لانه ما عادت شركات الالكترونيات بالذات تنتج منتج لكل المجتمعات، اللي في افريقيا زي اللي في امريكا، اللي في اسيا زي في امريكا، اللي في استراليا زي، لا ما بزبط ما بزبط. لذلك مواصفات تختلف. عشان هيك جمهورنا مش واحد، جمهورنا متعدد. حتى لو كان اطفال مثلا، بدنا نخاطب اطفال غزة، هل اطفال غزة جمهور واحد؟ لا، في جمهور متعدد. في اطفال فقراء، في اطفال بعدهم بصفة لاجئين، في اطفال ايتام، في اطفال ابناء شهداء، في اطفال ابناء اسرى، في اطفال، كله بده هذا تفكير حقيقة منهجي ودقيق لمخاطبة هذه الجماهير. كل حسب ايه؟ حسب مواصفات الجمهور. شرائح، نقسم جماهيرنا شرائح. اذا صار عندي برودكت، منتج، كاستمر، زبون، في عندي سبلاير، مزودين اللي بيزودونا، هذولا النقابات بتزود، سواء كان بيزودوا بالتمويل، الرعاة بيزودوا، هذول بدنا نصير قادرين على ارضاهم. مش هيك يا جماعه؟ والنقطه الاخرى متعلقه بايش كمان؟ برودكت، منتج، كاستمر، زبون، بي سي، السبلاير، مزود، سي كومبيتيتور، منافس. في عندنا ايضا منظمات مجتمع مدني منافسه، بدنا نتعلم منها وبدنا نضيف قيمه عشان نتفوق ونتجاوزها احيانا. مش هيك؟ خاصه انا بستهدف جمهور شايف انه بعض منظمات المجتمع المدني تسير بلا رساله وتشوه الصوره. لا، انا بدي اخوض وانافس في مساحتها، بس بدي يكون عندي ايش؟ بيست براكتسز، افضل ممارسات. بي سي، السي، الان البي الاخرى للبوليتكس، وضع السياسي، وضع السياسي في البلد، هل في تقلبات؟ يعني الان المصالحه بتاثر ولا ما بتاثر؟ بتاثر. هذا بده ترصد كتيونر ايش انعكاساتها على مؤسساتنا، بالذات مؤسسات المجتمع المدني. اوكي، الاس، الوضع الاجتماعي، السوشيال، وضع الاجتماعي، ايش انطباعات المجتمع، ايش المود تبع المجتمع، ايش مزاج المجتمع. تغيرات الامزجه في المجتمعات ايضا لابد ان ترصد از تيونر. الوضع الاقتصادي، الايكونومي، هذا له دور ايضا في موضوع استقبال الناس وعدم استقبال الناس الى منتجنا والى فكرتنا. وفي نقطة أخرى متعلقة يا شباب بالوضع التكنولوجي، التكنولوجي، التغيرات التكنولوجية، التحسينات التكنولوجية، الأنظمة التقنية، التحديثات التكنولوجية، هذا لابد كذلك أن تكون مرصودة في مؤسستنا، لما نيجي نبني هذه المؤسسة لأجل أن تقلع ولأجل أن تنطلق. وفي نقطة أخرى وهي بسموها الوضع التشريعي، الوضع التشريعي، ليجالي، هذا الوضع التشريعي بدنا ناخذه بعين الاعتبار. احنا قلنا الشفافية مهمة جدا. والوضع الأخير في البيئة الخارجية، وهو الوضع البيئي، إيكولوجيكال، الوضع البيئي، التغيرات البيئية، الظروف البيئية المحيطة فينا، الحروب تعتبر من البيئة، الفقر يعتبر من البيئة، العوز يعتبر من البيئة، الإعاقات تعتبر من البيئة، ضعف المهارات، كل هذا كلام حقيقة لابد أن يرصد في الداخل وفي الخارج. إذن في عندي البيئة اللي تكلمت عنها، إلها محددات 8 في داخل المؤسسة، وإلها محددات 10 خارج المؤسسة. هذه عبارة as tuners، لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند قيادات المؤسسات التي تشتغل فعلا على أن يكون لها دور، وعلى أن يكون لها وجود، وعلى أن يكون لها يعني استعدادية عالية جدا إن شاء الله تعالى داخل المؤسسات. الآن اسمحوا لي أن أتكلم عن مجموعة مراحل لهذا العمل المؤسسي. بعد ما هيئنا هذه التهيئة، وبعد ما هيئنا هذه الثقافة المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني، لابد علينا فعلا أن ندخل إلى مراحل العمل المؤسسي. لكن هذه المراحل إن شاء الله تعالى نشملها في البعد التقييمي للعمل المؤسسي في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.